إهداء خاص للناس الفنانة بس. ابوي من الصبح ننزل وحين هي 8:30 بتينا السيارة، 9 موعدنا عند الدكتور، 8:30 توصل السيارة. بس الحين بنزل نحن ياسين ترياك السيارة؟ اي والله توني مطرش انك تنزل. هو اللي طب ابو اللي يابوها شو يا رجال لو تغافل عن دقيقتين خطر علي علج حتى الدلاقات. سبحان الله ما يودع عن الرقاد الدلاقات ما يودع الا كل الرقاد. المشكله انا عبارة شايب حليب الصبح شيء بس انا الحين ما اشرب اليوم. هي صيام؟ نايمين. حق الدكتور؟ برتقال عالي. يلا يلا انت جاي ابنك. محمد قم. ابي تغني حلوه ابي. الله يحفظ ابوك انسان الله يحفظ. السير
هذا ايقونه ما لن يكررها التاريخ ولا الزمن ولا المكان. ابو بكر الله محمد بسمعك اغنيه بند محمد بسمعك اغنيه مغنيها ابو بكر. ما حد في الدنيا ظني يتوقع ان ابو بكر غنى هالاغنيه. هي والله اغنيه جميله. تعرف غنيت لك اياها من يومين انا ما سمعتها بعد تجرب؟ اي ما سمعتها محمد. قلب اسمعك قول. سمعتك يا هلا ولا لا؟ نسيت. انت تنسى؟ انت يوميا تسمع الغالي وتسمعني. لا كلام مخصوص ما سمعت. عبد الله حلف ما يصير قالت امه ما يصير قالت امه شدوا له بعي عبد الله حلف. اللي حد قال لهم ما بيصدقون لك انا حطيت تبدل سمعتهم اياها المتابعين. ايه تحيد هالغنية؟ ايه هم الاغاني الشعبية القديمة. قالت امه ما يصير إيه؟ قالت امه شدوا البعير. ايه شفت في السرور يدور قالت امه ما يصير قالت امه شدوا البعير. لابس خنيره ويدور قالت امه ما يصير قالت امه هي شدوا البعير. نسي وهو البارح وقالت امه ما يصير عيل وقالت امه ما يصير قالت امه شدوا البعير. الو هي نسي وهو البارح قالت امه ما يصير عيل وقالت امه. انت بنت ظالي تصبح حسبه راقد وانا كذلك. انا سالت المستشفى ما داني بيبي قصه من الفجر. هيا خله انا عند المواعيد كل من الساعه 11 و12 فوق واليوم ولا الساعه 7 الصبح 8 ماذا عيال قالت امه ما يصير وقالت امه شدوا البعير. اي والله. عبد الله ولد لبدور قالت امه ما يصير قالت امه شدوا البعير. لابس خان يا راوي دور قالت امه ما يصير قالت امه عيال شدوا البعير. شفت يوم عيد الله وقالت ما يصير قالت امه شدوا البعير. لابس من يديد الله قالت امه وما يصير قالت امه عيل شدوا البعير. ايه الله اكبر يا ما في القراب يا حاوي ما صار والدنيا مطرجه. صلاح وين؟ ايه صلاح وين؟ مدري مش فاهم. صباح ما حد من وياه. اصبح لي اليوم يا ابو عثمان. عثمان جتني رساله فيها ابوي غنية سامريه فنان من ناس اهلين. مشيت الصبح اليوم طربان كان حد يصبح طرب حطيته من الصبح. الله اكبر يا اهل الشرق من روبي على القيصريه. الله الله من غنيها؟ اوه مليون واحد غنى هاي من الاغاني القديم السامري الكويتي. عاش المرضى مليون حد غناها بالله. عاش المرضى ايه كل حد غناها. صلاح؟ ليش لابس شورت؟ لا لازم بنطلون. احنا كلنا بناطين لازم بنطلون لازم. انا حسار مكان رسمي. أنا قلت له من امبارح. لا نسيت. والله؟ أكو محمد عثمان لابس بنطلون، علي بنطلون، أنا بنطلون. أنت بس باجي ما بلابس بنطلون. يلا 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 سر بدل يلا. سر روحك دق اللف على دور 25 بيوديك وبتي. روح اعتمد على عمرك. يلا. يلا يلا سر. دور 25. ما أعرف. تعرف تختن إبليس والداوي. تعالي هاي بس وقف وقف وقف. اوكي هاي لبسه صلاح اورنج اسود باسود قمه الشياكه. ارفع صدرك فوق وحده هالشكل. يلا يلا ابو عثمان افترج الدائب. صبر اصبر. يلا وقف فره. يا سلام يا سلام يا سلام. الله الريل 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 دتشه. يا صبر صلاح انا بظهر وياك. صلاح صبر 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 صبر. صلاح بصور وياك. ما صورنا جيك علينا يا ولد. هني بنصور. لا ما تقلق انا ما يخصك فيه. تعال انت ياي. يا عود خيبه اخ عليك قليل الادب. هاي لبسه محمد اليوم جينز. هب جينز هالبنطلون
لين لك كان جينز على التكاليف الجينز وقميص ابيض هذا ابو عثمان بيج وبرتغالي تعال علي ايوه علي سماوي ويا بيج بترولي ده بترولي وقحواني واسد احمر وجينز احمر اسود اي وهذا نحن المجموعه كلها اسد عبدي تعور اصلا وين لا وين تعال سكر الباب سكر الباب سكر الباب زين سكر عاد يلا تعال يلا تعبني ها وين الجينز عتب الظهر بعد خال صراحة خال آه يلا تشيز وان تو تري وقف الوقفة سيدة رفع صدر فوق هاي صاحي انت الدكتور قال ما يجينا اللي صار صار هذا هذا الحين حسالي للدكتور اسكت وعده رجال يا ربي يا صلاح بليز صلاح استر علينا خلوك يا خسارة اسكت حتى اسكت عيب يا ربي يا صلاح السلام السلام كيف حالك؟ الله يحفظك يا ربي صلاح صح ايه كيف حالك؟ صلاح كل حد جاي وين لفت يرحب ويسلم عليك كل حد جاي يلومنا يا صلاح يا رايحنا كيف حالكم؟ الله يسلمك ويحفظك سامحنا ابويا لا فديتكم انا اتابعكم انا ترى كتبتوا بيا الجروب اللي ما بصاحي لا ان شاء الله العقل كله يا سلام شايفه كيف خلي ايه يا لا مستحيل صلاح سر في المطعم مش اللوبي اللوبي ايه ايش انا شي خصني عبد العمتو يا هذا خبز كذا بسيط هذا العوق تفضل هذا نحن طريق اعمالكم الحين جماعه طرشوا لنا السياره سيارة المستشفى هذه وهذا فريق العمل صلاح في القيادة من الأمام وأسد ومستر محمد عثمان يا البهم صلاح وين أنت جامع بيننا وبينك بخير كل شيء أنت إيه هذا اللي مزعل لنا صلاح محمد عثمان سألت أقول له إيه؟ قلت له فطرت قال له وين فطرت ما في صوم رحبين صلاح يا رب بابا روح دكتور لازم صوم إيه أنا مش راح المستشفى لا أعمل حاجة ما فطرتش ليه أنا وليه تفطر تحسن عنا لا وأنتوا عندكم عذر انزين انا ما عنديش عذر عذرك من عذرنا صح حشر مع الناس اي هذا حتى بعد هذا اسد ويانا برضو هي يا الاستاذ صايم اللي جابوه أول ما وصلنا يا أبوي الكراسي يدرون بأن الفريق أبوي فريق عاثر هذا الفريق وهذه الحرمة اللي ترياننا وهذا المستشفى اللي نحن جايين الحين ما يينا مني والدرب ما يينا إلا من عقب ما تخبرنا الناس الموثوق فيهم يوم بتصير مكان في البلاد لا تستقي المعلومة من فلان وعلان وزيد وعبيد خذ المكان من الناس اللي عليهم المعتمد وهذا اسمه وجريب نحن عده بيننا وبين المستشفى ما يقارب 5 دقائق هذا الاستقبال وهذا العلوم كأنك داخل بيت شيوخ good morning to you زده ودنياه تحرى عمرك داخل بيت شيوخ اقول لك كيف حالك الحمد لله انا اسمي خالد يا فضيله اهلا مرحبا بكم تشتغلي هنا من زمان؟ سنه ما شاء الله عليك يا فضيله الله يحفظك هذا محمد عثمان أهلا. وهذا علي وهذا اسد وهذا صلاح وهذا خالد الاول هذا اول ما دخلنا فضيله قدام ونحن وراها متخبل ما نقدر حر عمرك اقول لك يا بيت شيوخ ولا بيت حد من التجار مكاني لك الشهادات والدنيا والتحاليل حافظ على اللوج شوف الله عليكم شوف المكان اللي نحن فيه يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم
يحافظ يا حفيد. هذا فريق أعضاء النادي بإصاباتهم الحمد لله، أبشركم بعد التمارين بالمشي في المولات محمد عثمان انطلقت ريوله، وهذا صلاح نفس الشيء. خلصت الوزن والضغط الحين صلاح يلا قم قم يلس حزام صلاح. ها سمعته قالت شو صلاح؟ ان شاء الله الحين كل شيء بيسوي. يلا قم عاد قم قم قايسون الطول والوزن شوي 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 شوي. What is the weight? 75. Ah, good, 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 good. Salah. Salah 75. ما شاء الله. كم قبل؟ 90 فوق 90. هي. ها كله خدية متعبلة بثار محمد ابنه. أختي خدية. صلاح متعبلة من أكله من كل شيء. محمد. Yes. Muhammad. Yes. Okay. Okay. Your birthday. Yeah. 54. Yeah. اوكي ريول محيسات يا صلاح. يلا قم يلا قم يلا تعال الدالي يلا عاش ابو عثمان. لا تحاتين ها فضيلة. هذا محمد من وقع محمد هي روحي وعرفي وقع. اوكي وليش الابتسامة؟ والله يا محمد حتى اللون الفاتح مخفي لون بطنك. ما شي بطن محمد. ما فطرت. اي والله. انا لا. كلنا ما تريق الحبيب، الحين بعد شو بنتريق؟ وين؟ يحبي ياخذون الدم بخلص اكبر. سكر. سكر سكر ضغط. اوه خبرها شو فيك؟ شو هذا؟ ما فيك شيء؟ انزين كل الناس فيها ما بالله انت سكر الضغط ما سمعت ما عرفت. صايمين اليوم؟ نعم نعم. اخذت الدواء. اخذت الدواء؟ متى؟ الصبح. خلاص نوني كنسل كنسل ما شيء فايده. اخذت الدواء ما السكر ما الضغط. ناو هي فضيله ناو كلميني انا في فايده يسوي فحص ولا ما نقدر نسوي فحص؟ نسال دكتور. اوكي لان انا قايل له من امس لازم صايم، هو الحين رايح بدون ما يكون صايم. بس اسالي الدكتور. نعم والضغط بعد مرتفع. لا دائما ندخل عند الدكتور. اي ونساله. لا خليه كله فيفتي ثري محمد. Your high how much? 83.2. The high high high. 166. 166 طولك. وزنك 83. 83. هي 83. هي ذو. الدح دار بكبره. التع الفقير التع. أنا بحياتي استويت وخلصت. محمد محمد متفقين البحر عندك فحوصات عامة سير صايم صح ولا لا؟ صح. زين اللي ساير صايم الحين صايم؟ اي صايم. كلت دواء الصبح اليوم؟ اي. شو ماله؟ انا ضغط ما سكر. كلت روحه ولا ويا ماي؟ لا يا ماي. يعني صايم ولا فاطر؟ فاطر. انت الحين صايم ولا فاطر؟ فاطر. هكذا باكل خبز باكل عسل. ده الفطور. اي فطور. لا المية ما تفطر. الماي ما يفطر؟ حتى في رمضان هو كده. خبر سلام في رمضان انت تشرب ماي؟ ما سلام ماي ماي شرب. هذا في الحين صلاح مختل عقليا وما شرب ماي. ايه هو مختل عنده شهاده. ودواء ما اخذ دواء ما اخذ ماي يقدر. قبل يقول انا ما يوم ما يقول انت ما اخذ دواء. لا والله قسم بالله هذا الدواء جاي يا ابني وخباي تاخذه من بعد الفحوصات.
من عقب ما ياخذون الدم تاخذ كل اللي بعدين يسوون الدم كل اللي بعدين يخلصون شو يسوون فحوصات محمد والله حصل لنا زين كل يوم ما كل ايام يوم بعد المباراه اي خل عاد شو قال لك المنظار ترى اعطوني محلول زين وقال خذ محلول هاك الساعة بالليل ايه والتين صايم مرة ما في اي حاجة ايه خذ المحلول مرة تشربه بالليل ايه وعقبه ما تاكل اي حاجة ايه لما ثمان ساعات ايه خذ المحلول هاك الساعة قلب ساعة ساعتين وقلت حتى ايه نظف بطنك نظف البطن مرة ما شاء الله من جميع الشوايب انزين لا من جهت الساعة كم؟ انتي من لي لا إله إلا الله واحدة من لي سابوا حدا دي واستخدوا سندويش العتر لا بيز عتر سندويش انزين يوم تصبح هاك الساعة سنة الدكتور ها شي فاطر كانت شي عقب الدواء كانت شي قلت له أنا قلت له ماشي ما كانت شي ما كانت شي حطوا لي في أكسجين ودوني عقب ساعة قالوا يقول شو ماكل خبروه قلت له سندويش عتر يعني ودع البيت ردوه رجع وانت اليوم ناوي تسوي بالحنة مو لا ما يستوي حبيبي والله ما يستوي كلنا محمد كل انسان في الدنيا يقولوا له صوم يصير صايم انا شربت عيني وانت حاسد وانت حاسد حاسد على اساس مركز مع الباب من انا والله صوم اعرف كل شيء ما سكر ما داخل ابدا عند الدكتور طلعت عماركم خلصنا قابلنا انا وصلاح محمد عثمان هذا دكتورنا نحن هذا يفحص طلعت عماركم الهرمون ويفحص الفيتامين ويفحص الدم انا وصلاح بيفحصون الهرمون والفيتامين والدم شو نحتاج محمد عثمان بيسوي له فحص الدم فل تشيك اب يعني كلنا بيسوينا فل تشيك اب لكن محمد عثمان الهرمون والفيتامين ما بيفحصونه لانه بيطول وصارت الصبح المهم جلسنا ويا الدكتور حكي جلسة طويلة وسولفنا ورمسنا وتخبرنا وجاوبنا وتخبرنا وعندك دونك وعندك دونك وجب عن أبوك ويعني والحمد لله رب العالمين خلصنا الأمور وإن شاء الله بيسوونا الفحوصات كل شيء حينا وبيمشون وبيوعدون وعدينا يوم الأربعاء قبل طيارتنا بساعتين ثلاث حقني ناخذ الدويات والفيتامينات والأشياء هاي ونسير هذا أبو عثمان ما شاء الله عليه تفيزر هذا مستر صلاح من أحمد ما بلازم نعرف كل شيء أنت كل شيء لازم تعرف بس برن زي خلي يشيلون الدم بعدين الأكل قولي فضيلة تفضلي نعم بالنسبة للنتيجة يعني اليوم الأربعاء صباح مع بعض كل الثلاثة أنتوا مع الدكتور ونتيجتك مع الدكتورة لكن الحين صحيحين الفحوصات الحين نبدأ الفحوصات كل الحين كل شيء بياخذون محمد الفحوصات والنتيجة أنت نتيجك بكرة تجهز لا نحن نتيجتنا انا وصلاح يوم الاربعاء بس انا بجي معك يوم الاربعاء ايش رايك تبي تي روحك باكر ولا تي ويانا ولا تبي تي ويا علي لا لا ان شاء الله يوم الاربعاء توكل على الله حاضري ايش رايك علي ما بسرعه يا ابو عثمان يس هي صلاح يلا قم يلا قم يلا شله ممنوع زي سر وين تار على يم ما يعرف عرب يا صلاح told him about his name his name شو اسمه خبرها سألها هي بتقول شو اسمك؟ told him about his name مدام نيرس ماذا؟ اتخاديها صلاح روح حمد خادي your name in English
بيوزونك ده يطالع يسأل عن اللي في الكيس. لا شوف يعور ولا لا؟ شوف دم ما تخاف انت؟ طالع منك يا الخواف. صلاح قرب الله تحيي فؤاد. نو بين خلاص فينش. الله يا الخواف. ايوه ها Yes, this is good. Yes, this is my name. Yes, my name is Khalid. Ah, صراحة. Oh. Ah, صراحة. بلاك. بتموت. صراحة. صلاح بلاك تنفس تنفس صلاح 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 تنفس صلاح تنفس صلاح هي ايوه ايوه بعد شوية نعم صلاح زين يعور ايه صلاح كينج صلاح برنس تنفس عاد صلاح مبروك 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 صلاح ها خلاص جود Enough, nurse? Not enough. Not enough? Yeah. Hey, sir. Hey. هذا العجل اللي في اليدين. وين أنت؟ خلصت؟ هي خلصنا. تعال قاعد. خذوا دم وايد. خذ مضارب. صلاح. ها. دقوه قبل في سكفيدي. ايه. طلع دم لك ما سد. العرج صغيروني الحين بيدقون برا مرة ثانية فقير في العرج هذاك وها ظهروا العرج هي العرج اللي في تأسك في اليدين صغيروني طب بغم بغم فقير ما يدور غيره وانت سوّر ده أنا قالوا لا قالوا بياخذون من كنت عني أنا اللي بياخذ هي قالوا والله أكبر هذا أخوان أنت وربع صدقان بالآخر عظيم محمد لتبغي القلب اسم الله عليك صلاح ليش طالب منها؟ ليش تخوف انت؟ قول بسم الله ما يعور صلاح صح؟ لا طالع صلاح ايوه الحمد لله اوكي مستر صلاح جود جود هي رجال يا ما شاء الله شاطر دم غليظ ما يظهر براحه من البخل والله هي ايش هو حتى الدم يخسر البخل والكرم الودية طلقة عشان أطلع الدم بتفضفض ها صلاح يعور ما يعور حبيبي لا خلاص خلاص الحمد لله خطر التخلع دي في المرضات
حاطين على دينار. يبقى احنا هسه هي راح نطلع عليها بنت سعيد عوشه امه. حتى صلاح كريم محمد كل يوم يصير الهلال الاحمر يصدق. والله قسم بالله هو اي والله خارج قنب عشر هذا حق وين؟ حق عوشه حق احمد وحق حصه كل يوم محمد قبل ما يخاف الهلال الاحمر. اي والله يا محمد الحمد لله. هذا العرج عود تضخ دم زياده ولا اللي فوق ذاك ضعيفوني الحين ودر عنك انت شيبك اللي متروع. لا خدية تشوفهم خدية تقول هي خدية هي اللي قالت خلوا صلاح يسوي فحص شامل. أمي شرب خلاص خلاص انت سحبوا دمك زي صلاح. خدية تقول الحمد لله صلاح بخير سووا الفحص كامل وعقبتي وياك هي بعد كم اسبوعين ثلاثة بتي انت وخدية وسارة. سارة سودانية انت وخدية وسارة تبون حد خدام وياكم؟ ما علي بتي بخلي تي وخدام وياكم. لا اسد ما تباه؟ لازم رجال حبيبي نظفك تسبحك زين؟ بنحزلكم هني في نفس الفندق بنخلي الدريول وهاي فضيلة بتسوي لكم فحوصات زين؟ مبروك 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس رقم واحد صراحة الحمد لله ودمه أسود حرا حبر دمه. هي والله ليش دمك أسود؟ ما تاكل فروت سلطة؟ ما تاكل سلطة اليوم؟ بتاكل سلطة فضيلة بليز يبو سلط حق صلاح كوفي مع سلط. مو الحين ها بعدين بعد الصونار بعد الإجحال ما تقدر إجحال صح؟ ايه لا يمشي 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 ويركض كل شيء تبيني بيسوي. يلا 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 قمت جلسني مكاني حين انا اوكي. لو درع مير شك جيب يا صلاح هذا هو هاي شوف يبون ياخذون دم مره ثانيه. ما علي حبيبي ايام سوري شو نسوي يا صلاح؟ حتى هم تلومين يا صلاح شو نسوي؟ ما بيني له حيله سحبوا دم مرتين واحنا هالمره الثالثه. بس الله يسلمكم انه الدم اللي خذوه انا ما سد. ما بقضيه ما سد العروق اللي ما فيه ما يطهر الدم بسرعه ما يبون يطززونه كل دقيقه. ها؟ خليها خليها ان شاء الله حبيبي. صلاح متلومات فقاره شو يسوون يا صلاح؟ يديك ما تظهر الدم وايد عروقك عايزة عروق شيبة إن شاء الله ما عليك باس. لا حول لك ولا قوة يا صلاح الغلب طوع طيرات دور مدارة ثلاث. شو سوي صلاح؟ ما بيعور ما بيعور شوي شوي زين صلاح؟ في مشكلة؟ صلاح 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 تحمل خلاص الحمد لله ما عبرك حيلة؟ خلاص يلا هذا دواك وعلى الله شفاك. خلاص رقم واحد صلاح عورك صلاح عورك الابنه؟ لا الحمد لله.
خلاص الحمد لله بخير وسهالة. كلنا ها صراحة نحن عطونا على بره فقير ثلاثة أباء الفقير لا حول ولا قوة. ايش بنسوي؟ قولها عادي. ثانك يو صراحة. الو يلا هاي بعد وحدة هنتين وحدة قلت لها ثانك يو وحدة لا هذه ها لا يلا باي باي. احنا في اي مستشفى الحين؟ في BDMS ويلنر كلينيك تابع مستشفى ملكي بانكوك هذا تابع للمستشفى الملك. شو اسم المستشفى؟ BDMS ويلنر كلينيك. اوكي احنا شو سوينا اليوم؟ زي الفحص الشامل مع فحوصات اطمئنان وهرمونات. هي هذا كم يكلف ثلاث فحوصات؟ ثلاثة فحوصات تقريبا 40,000 بار أو عندكم تقريبا 4,000 وشيء. هي 4,000 وشيء. هذا اليوم تسوي تطلع النتيجة بعد يومين. بعد يومين. هي. وإذا فحص دم فاضي خالي؟ فحص دم عادي تقريبا واحد يوم فقط. يوم واحد. لكن هذا الثاني مع الفيتامينات ومع الهرمونات ومع فحص كامل هذا ياخذ؟ ياخذ تقريبا يومين. إن شاء الله. شكرا جزيلا فضيلة. شكرا. شخرك هالكثر؟ ها؟ شخرك؟ صليت الظهر والعصر جمعة مرة مرتين. زين. وبعدين وسبحت. شوف أنت. هي عن اللي مالهم هاي مالهم شغلهم. الجيل والجيل. لزيق عليكم السلام. الحمد لله على السلامة محمد. الله يسلمك. ما نبغي ما الفجر تسير. ما دان دخاتم ناجدة. متلبسوا متعدلوا عادكم. ولبسوا بنطلون ما قصرين الحمد لله. فحوصات مفحوصات وغير وهذا والدم وما الدم والشعر بس انت شكلك حلو. كانوا يبون بعدها شو اسمه؟ ها؟ هذا شو اسمه؟ شو بعد يبون؟ تمت العينه ولا ما عطيتهم؟ ايه ومن هناك؟ لا ماشي انا بعد انا هديك تبى النخل ما تشاء والله هي والله يوم نحتاج ما شيء لا ماشي لا ما بقي مني منك ما شيء لا هو سووه حمسه هذا اقول لك الحين موعده ولا بكره ايه العلم عندك شو يظهرون عاد نفس اللي اخذوا عني هنا احنا عندنا الحمد لله هي كله موجود وصلت ما سكري سوانا بريال وغيره لكن بدل الخير بعد يلا صرت الخير خير اي خير الخير الحمد لله انا ورقه الظهر بغيت على هواك انت يعني اليوم يوم لك طولك موعد زين يعطوني بره بره شو؟ مال الظهر ما اسمعك هود هدأ ماشي تفضل الحين شو كلام قول شو بلا شو يبي يظهر من مخباه ها بس موبايل شردات جديده دي صح؟ لا ده من اللي احنا اشتريناه من دول يا اسد؟ جديد هذا اسد؟ جديد ما شاء الله تنين جديد شوف امبارح وانا شوية وده صح؟ كيف يجي هيلوز ها؟ محمد ضك عادة تمخذ مكاننا فرين تعال انت بكبرك ضك محمد تبعني بي لسناك فقير ها زين لغم فهم نمرق لك شوية وحيد شو صحي هي لا عطى من هذا صحي وحدة فرد وحدة شو اخبارك صليح؟ سبحتوا؟ ما سبح بابا مفروض ترى واحدة بس ايه صح انت شوف هيعمل ايه لا واحدة بحدة. واحدة بس والله ما اشوف بيدري والله يذبح تشتله خديجة وعبد الله حلف ما يصير قالت ما يصير قالت ما شدوا البعير شفت يوم عيد الله وقالت امه ما يصير قالت امه شدوا لي بعير لابس من يديد الله وقالت امه ما يصير قالت امه شدوا لي بالتصوير يبين هالنوع بالتصوير كله ما قهويت بالتصوير بالتصوير يبين اليسار انا شاب اللي باليمين اي والله يا العابد الله حلف ما يصير قالت امه ما يصير قالت امه ما شدوا لي بعير قالت امه ايه
قالت أم غنها عاد غني أنا أغنية؟ آه قالت يا شعب خب مسك لك الم... لا عبد الله بحلف ما يصير عبد الله حلف ما يصير قالت أمه شدوا البعير قالت أمه شدوا البعير شدوا البعير عبد الله عبد الله قالت أمه ما يصير قالت أمه ايه يا امو دي قاعده ما كوراش شغل ولا ايه قاعده تقول بس ولا ايه صراحه ايه مش هتكلم معاك تاني ابعد عني يا شيخ فجاه قال كل شويه تضربني وتكح في وشي وتدفع عليا فاضل تعمل ايه تاني كده بس كده اجي لك يلا واحده رومانسيه هي دي الرومانسيه صلاح ودي علي انا مصر بوديها ابو ظبي الحين لما لا يوم بيرد ايه ايش رايك تعال شو بنسوي صلاح بنخليه قبل ما نصير نوصل نحب اسبوعين بيجلس عندنا اسبوعين وننزل مصر وبننزل مصر مع بعض احسن ايه شو رايك انا مش موافق انت موافق قاعد محمد بصير مصر الو الو بصير مصر له ليش اشهد ترى قال وافق شهدوا يا متابعين وابعت له رساله على جوال نروح مصر اكتب عورة الشجر بكتب عورة الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بكف غيابه سافر بكف غيابه سافر سمعت صالح الاغنية؟ ايه مين اللي بيغني فريد مين؟ زمن يا اختي علي فريد الزمن طب بتجيب الاسماء دي منين؟ هامور ما ادري عندهم هامور هم تبى سمك اليوم؟ هي هي لا لا بنسيت بعد اليوم سمك برضو؟ هي شو تبون عيال ابو دبه والله لحم؟ ابو دبه لحم نار اي والله ابو دبه غواص فقلت لهم غواص لا ابو دبه حلو يا ربي الغواص خذ انا خذ انا بيتكلم تليفون اقول لك زين تكلم هني يا لعيب هيب لبعيب ولا الله قالت خذ سيب ارحم السودات محروس الحسن ايوه حبه حبه السائم جدا حلوه للعاس الله هبت ويابت لي شداه ونسمته اسمع بكذا اوه ماشي وتذكرت نفسي هذه خلاص عاد لو عندنا كامله هي بنحطها بأظهرها كامله محمد لو بعد مقابل ملك اي والله الشيء تدي في القبر ماله هات حاله
سنيت بدر بدر طاوي وجنته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور من هالمكان الفنان مرة، وتحتنا أبويا يميع لمياها الدنيا خرسانة تحت الخرس مكوّل أسبتي أبويا الحين ما ننزل، ما فينا أبويا ننزل بعدهم، أبويا ما وقفت، أبويا ما وقفها بعد كم من يوم عني وجف هالمهرجان. تفضل تفضل، مرحبا. لا، ما في بعده جايين حصلان. اوكي فني محمد، ليش لابس بنطلون؟ ها البس شورت. لا عشان شوي بالليل برود، ما شيء برود، نحب نصير 10 دقائق وبني ما تلبس، نحن كلنا بشورتات. لا دقيقه، يلا كلنا لابسين شورتات. بابا سوري، بالليل هو في بارد، رجلي اول. هذا مسكين، هذا الله اكبر، لازم تلبس شورت عشان هذا. انت هذا قصيت عليه، خلطيته خلي داخل البيت. صلاح اقول له تعال، فراسه رصاصه مراسه عندك خبر؟ ها رصاصه يلا شوف، تخطب سلم على العرب، سوي قول سلام عليكم. ليش يلا رمضان جانا رمجانا وبرحنا له بعد غيابه أهل رمضان رمضان جانا. وين ساير؟ قرب تقهوة مسألتمنا لجمين الدلة، ما تبقى قهوة؟ الحين توها ملقمة والله العظيم الله. أنا طالف عماكم، ما كملت لكم السالفة يا صلاح وخرب علينا. هذا حين توا واصل بوكيه الورد الجميل اللي جاي من عند الناس الجميلين الفنانين. سمية أمي بتعتيج الرميثي على الله يحفظها، عوشه هذه عاد، عوشه بنت عتيج وأمي عوشه بنت سعيد، وهذه بيدها صلاح اسكت، وهذه بيدها طارت عماركم طارش بن عتيج، وهاي يدها بأحمد بن خلف، سعيد بن أحمد بن خلف. هي ها يا من عندها البوكيه الورد الجميل الفنان، وكل اسم عوشة هنا غالي علي. الحمد لله على السلامة، سلامتكم عمي خالد يا خليت منك. شكرا يا سمية الوالد، شكرا يا عوشة. انطر شبوي عاد وياها هالهدية الجميلة، الشيء الفنان الجميل المميز. ثانك يو حبيبتي، ان شاء الله في عرسك اذا الله جعلنا من الحيين ان شاء الله. شكرا عبلتي على عمرك يا مايا، وكلفتي على عمرك، وتكسرتي وتيبرتي ومشكوره وما قصرتي. طال عمرك يا ريحه الطيبين، العمام ابوي ربيتات، والخوال قبيسات. وين بتيبين الكرم ابوي، من قدامك ومن وراك، خوالك قبيسات وعمامك ابوي رميثات. يا سي بطل ظهر، وين بتيبينا؟ تصوير. أبي هذا أيده. لا تعال ها يلا تعال. ترى بعد ولدك ما في راس قيمة. ها؟ دراسة عن بعد الدراسة. شو؟ راس قيمة. شو بلاها؟ أمطار غزيرة. اخطف أنت ودعك الأمطار غزيرة. كوارث.
منو كوارث؟ والله بابا صبير شوية شوف هذا تلبس صار صار الصبح صوري. إيه. أشوف صلاح. هذا نفس الشيء بعد. لا بدلت تلبس شو هذا شو تشلح؟ كل دقيقة طاح البنت تعال تربط أبوي هذا كل دقيقة وخلق بنطلونه. تلفون تحط لك بلد. سكر حبيبي خلاص. يلا تقدر أنت أشوف هاي لبسة هذا ديتو وهذا ها وأنت محمد عثمان. تمام يا فندم. كفيس راح. ضدك عاد ضدك شوية صلاح لا والله اشتغل داخل الجيش يلا بصور عمري انا بصور عمري ضدك شوية وهاي لبسة ابوي محمد اورانج واسود وهد نمون اليوم هذه لبسة انزين الربيع هاي يلا تعالوا كلكم ضربة صورة جماعية صلاح تدري اذهب وين صلاح مش ظاهر والله صلاح 1 2 سبعة في يوم تسوي عندنا بالمناسبات مثلا الجسور المعلقه هذه ما حد يتاثر فيها من عاداتهم وتقاليدهم شوف تحت الناس كلهم يتراشون بالمياه ونحن لفوق مره ما علينا باس ليبه الخرس وهذا يصير تحت والليبه قل الخرس يصير فوق وين دخل طارت عماركم المول هذا اول مول دانا جيناه قبل يومين واحب ارد عليه سنترال وورد بندخل الباب هذا بنظهر من الباب الثاني اللي من هناك ما عندنا شغل بس تغيير جو لا اكثر ولا اقل جينا طالت عماركم اول ما جينا عزمنا الحبيب على كوفي في هالمكان الفنان جلسنا وحين ابوي لين جلسنا ثار اسد يا ابوي تشير ثاني لان ابوي الفريق هذا اللاعب الاساسي تعطلت ريوله ها عيل هذاك ابوي 3000 ما بتحط شو اسمه كرسي 3000 عند القنب عبو ها ها شو حبيت بنا نسير بنسير سيان باراغون نبونا ناوي نيلس لكن سبحان الله يعني سايرة نبونا بتغدى اليوم في نارة تو اتصل بعد شو اسمه نواف النزر قال والله معزومين بنعزمكم على مطعم هندي الحين الساعة 8 تعزمنا مالي 7 قلت ابوي وايد متأخر الحين يواع قال تريونا بعد هبل بنعزمكم تريونا لين نصلي المغرب والعشاء عقب الاظهار قلت نحن ابوي يواع بنصير مطعم تلاقيت ويا حرمة هني ذكرتني بمطعم عند سمك مقلاي سمك مقلى حاف غاوي فنان بنصير مطعم شيف اخوه المطعم موجود هني في المول اللي نحن فيه هذا شو اسمه المول هذا احمد شو اسم المول هذا؟ سنتر وورد بنسير اخوه المطعم لكلي في سيان برادون بدخل الله نبي نظهر ما ظهرنا محمد عثمان ما يبي يحترج خلاص الحين محمد عثمان سلم نفسه للواقع اوهم نفسه انه ما يروم يمشي الحين مشينا يمكن 20 متر قال لا انا ولا من مشى ويا لسنا يلسه فلذاك انا الحين يبنى له ويل شير فلسن بثنين اتمها شو اسوي؟ منحمل نفس وهذا انا جاي على نعت وحده من البنات لقيت وياها من هالعين راوتني الصور قلت لها هاي بني المطعم تمدحه المهم ييت هذا لو ييت ولا انك جايين بدال الودي هلف ومصور فيه بدال المره 1000 هذا المطعم شيء عندهم نوع من السمك مقلى سيباس لكنها مقلى حاف ولذيذ الى ابعد الحدود اليوم بغديك مقلى ها؟ ايه قرايه زين ان شاء الله صلاح صلاح مقلع عيش ابيض ومقلع يلا هذا نحن قدامنا بعدنا 5 طاولات محمد 5 طاولات قدامنا اكو ها دخلوا هني ها يلا هني دوروا محمد ما قدمونا
عشان اللاين تاع قدام هنيها نزلوا ها شوف العالم كل العالم عن هالمطعم. صورت قبل شيء وبعد حق ما بخلاف يسألوني العنوان وما أدري شو ولا لا لا هذا مطعم تايلندي من أروع ما يكون. نفس المطعم التايلندي اللي أنا أكل فيها كل يوم على نفس المستوى لكن هذا يختلف عادة. طبابيخ تحيدوا من طباخ لين طباخ من طبابيخ لين طبابيخ. شو العالم أقولكم ها أمة لا إله إلا الله لاين ها من عرب هناك كلها عرب اللي هناك بيلسين. مطعم وايد زين للعشاق الطبخ التايلندي اللي يحبون التاي فود. التاي فود ما بالستريت فود لا هذا التاي فود الفنان يعني اللي كل زيوت جديدة وسمك طازة والسلطات يعني كل ما يكون عندهم كل يكون طازة بطازة. هنا ياسين على الطاولة الحينة المشكلة الحين ما بهايط المشكلة شو على العالم وهالزحمة وهالناس ومحمد عثمان ما يطيب لي بيصير الحمام اللي يوم يحده تبنى ياسين أحمى الصبح ما قال لي بحمام هذا يلا حصل رمنا نيلس على الطاولة أبوي ما صور والله ما أصور عمارنا ما صور والله أقول الناس عايشين في رعب على السبب حتى اللي في المطاعم اللي هو يا هالي شو بقولكم من يشوفوني رفعت هالسلاح كلنا أبوي الأشياء كلنا المهم من نيلس قال بسير حمام نيل نحن ياسين مساعد تري وقتنا حق نطلع عند الدكتور ما قال بيصير الحمام يوم بنت يوم زقرنا الدكتور حق نطلع عنده يعني لازم الدكتور يتريانا عند الأسانسير ما يقول بيصير الحمام قبل الأسانسير يوم بيوصل الأسانسير بيقول تري قبول لين أسير الحمام كان يابلنا هيدلت الهواء بعد 3 أيام بتخلص كله فينيا ورا فينيا اي والله يا بقول لك قال الله يخليك يا ابو عثمان مش هيك كله نعم اي والله الله يخليك يا ابو عثمان خليك يا ابو العازم كان الحين انت شو اللي عقل ريولك هذا الشيطان محمد ما بالشيطان والله محمد الشيطان هذا شوي الظهر بقولك الظهر يعور كده واليوم الحين من يومين تتعايز تبلت تفيزر ويدزونك لا قالوا كيوم عند الخالدي تمشي وينك عدى ناكل شوي انا بفيد حين انت في المغرب ايه عزمت الدت والحين ابدا ولا تحترج ما يقول ما شاء الله ولا شيء مظلوك يا ابو عثمان مظلوك سمعوا يا جماعة الخير الحين انا بيني وبين ابو عثمان استوى شرف كلام الحين انا كل ما اقول لي يا ابو عثمان خف على عمرك تعيارك والله يا محمد خلاف ما بيرمون لك لا يحطونك في غير الحجرة في طرف البيت عند ويه الباب بتازل مع حطيطة بيونك اللو أنا عن نفسي بيك يوم شو تبغى نسوي الحين خف على عمرك شو خف على عمرك من لكن شو لكن أنت طالب 50 صحن إنزين أنت ما بلازم تأكل نحن ناكل صحي نحن بيبونه ونصور إنزين هاي بتبغى تطالع كمان لا كيف ما فيك عقل تفهم عقل بعد هذا ولا ترمو بعد بس كل تهلك بيجيب صحن واحد بعد الدنيا كلها يعني ترى كل أنت قياسك ما بلازم تأكل أنت تمثل بطنك هالمتى أنا بيب هذا خبر حديث شكرا ليش عاد انا كذا شفت صلاح شو تسوي يا حينا سوى دبه صلاح اللي هو صلاح خف صلاح اي والله مشروز اول مشروز ايه. هاي كلمه ما شاء الله مرخديه ايه قاسون عليه في الاكل سمعت شو سوى صلاح سويت صلاح لا بل ما أكل ولا شيء. هو ما يصير برجر. أحمد. أقول لك. أحد الطالب منا 50 صحن. إيه. أحين أقول لك. أحين بعد ما أكلها كذا. كل يوم يأكل. عندي شيء مخزون. يعني مو صفر ليش؟ أنا بصبرني لحد الوقت من غير أكل. عندي مخزون جوا. يا ابو عثمان. الحمد لله رب العالمين. ما تأكل إلا العافية. شو صلاح؟ شو؟ الحمد لله عشان الأكل جاي بس عجمن يا بالفناي لو الدله والبرق مخدر به ورق شاهي عاشب توم يوم جنان هذا كراب ودرايس اثنين طلبنا وهناك ربيان بعد من غير وهذا خضرة وحنا عاد تري الباجي
ها بخصافة تي طيعات دي اي افتح محمد افتحت طيعات دي اي فنان قاوي نعم عقب هي هي كل 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 قاوي توا مصعوق بكهرباء وايد فنان يا محمد لا والله استغفر الله مكتوب عليه حلال كني قريت مكتوب عليه حلال شوفوا كل الطلباتها خلوها عليهم عليكم هاي السيباس علي ما لك شي دعوة في غيرك كله لا تتدخل هذا محمد ما يبه هذا ها. ها كل هالطلبات خلوا عليهم هذه أهم شيء هذه ها سيباس هبلاليط هذا ما أدري شو ها يظهرون العظم منه إذا بتلاحظون اللي بيدخل حساب قبل سنتين وثلاث قبل كورونا يدخل ويشوف يتفرج هذه نفس الطبخة نفس الشيء شو اسمك إيه هذا أحسن شيء عندهم لكن لد ليه في الكون كله فيه ها تحل عليه شيء طلع وعادة يصبون الصبار هذا ما له عليه الصوص لكن نحط طلبنا روحه شيء واللي يبه يغمس الصبار وياكل لدني في الكون اقولكم كله فيه الله يجنن الله يا الأدب وهذا بعد نودل بعد من غير المهم كلها خيرات من الله فضل من الله سبحانه وتعالى بس نقول بس ما بس ما لايم انت لايم 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 عن البل لايم عن البل هذا فنان توقفت في نفس اللحظة عن التصوير وعوقبت بمنعي من التصوير مدة من الزمن فتم استدعائي والتحقيق وياي ليش بديت على ليش اني انا سويت هذا انا توقعت فقط ليش اني انا سويت الشيء قالوا لا هذا رادع عشان الغير ما يخلدك لانك انت الشيء اللي سويت هذا اصلا شيء حاكم عليه يجرمه القانون وله تبعيات كثيره لان في مكتوب اسم الدوله ورمزها لكن انت هذا المفروض تحط عمله تحط قطعه معدنيه هذا اولا ثانيا انت حتى لو ما كنت تعرف حتى لو كنت تقلد حتى لو كان يسوى من قبل لكن الناس حين نحن وقفناك حق الناس تعرف ان اللي سويته هذا ممنوع ويحاكم عليه القانون وانت اللي سويته هذا غلط لانك انت سويت شيء غيرك بيغلط شلتش انت في نفس اليوم اللي انا حطيت المدخن وحطيت القطعة المعدنية هذه وحطيت عليها العود غيري سوى نفس الشيء وطرش لي الفيديو لا انا بكل بقاحة حطيت الفيديو التقليدي في قناتي تعالي والقصة من أوليها هي لا اللي توك عن عن أنا أقول صبر صبر هي أنت تقول هي أقول كم هذا قاعد يبي 11 إنزين وهذا 81 إنزين هو نفس الشيء لا مش على الإيد صبر خلي كمل نفس الشيء 11 81 إنزين شو مكتوب الله هي الله كله محمد مكتوب محمد ايه قال لي تعال شوف انا هاي ليش؟ ليش؟ قال من الاشراف من الصالح قال من الاشراف وانت من الاشراف وانت 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 شو قلت له؟ انت تجيب الراقصات خالته حيه فريوك هي خالته بالاشراف في ذمتك توقعت ان بناكل هذا كله؟ لا والله ما توقعت. اي والله. انا الاسماك لا يمن الدنيا هذه كلها والله ان شالين الصحون خلايا. حد الشوك والروس كلها. اي والله. لا تقول يا هذا اقول لك حتى
تحرك بعد. بسم الله. آدمي آدمي داخل بطنه. سمك تعوم. باستا مكرونة وجمبري وشربة وسلطة. عيش انت عيش. راس قلتها وغني لحين هو عن سبادي وطحت لها بمريس أسد راس وكل راس ولا من ماله ولا يبداله مستحيل اسمعك كوفي بنصير فوق لا لا فوق طرس لنا مسد ريال حينه نعت لنا طالة عمارك كريم كراميل موجود يس يس تشيك نعت لنا طالة عمركم مكان يقول فيه كريم كراميل لا بس طعمه لا في الهند ولا في السن هذا ريال راعي خير وراعي بزنس وراعي مطاعم ويعرف اللي أقوله بالتالي وذبيق فأكيد ما مزح هذا إلا أنه مميز لذلك نحن بنصير الدور الثالث في سيان برقول بنصير المكان وأكيد أنه بيكون فنان كل الطلبات اللي طلبناها حتى 500 درهم ما وصل 500 درهم ما وصل يلا. تقريبا 5000 مالهم هالأكل كله ايه 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 يا رجال يمكن يمكن اسعرني شوية ولا بس طالت عماركم الحين جينا في الدور الثالث في ها قرب الله ما بحط يدي في محمل يمع سامان هالحرمة اللي وياها يا ابن هلفت نحن ترى الكراميل الكريم كراميل في السنترال وورد نحن في سيان براغون نحن صرنا فوي فوق سيان براغون هي نلف الحين ساعة المول الثاني المهم شو علي السمك لا إله إلا الله يلا يلا اخطف اخطف يلا تفضل عاشو 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 روح روح عاش الاتحاد رمز البلاد عاش صلاح عاش من يا بالفناي لودل بالبريد مخطر وراك شال جي جي لا لا ما بجي اللي فوق الجي قطعت الرأس بتاعتي صلاح نعم وين سوى وين سوى وين من زين مش فاضي انا شبعت اثنين سوى وانا قعدت اسكت اسكت ما احب الازعاج صراحه وين زين ان شاء الله حبيبي ان شاء الله هو مصدر ازعاج كله ده حرام عليك هذا الكرمان والله والله قاضي 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 بس فضحتوا لنا يلا هلا حبيبي شكيك نحن ياسين سيان براقون فوق ندور ترى مال كريم كراميل يلا يلا قدام قدامي وانا وراكم يلا قدامي ايه بيموت صلاح السودانيين يوم ها يوم خطفنا قدامها سلم عليهم ودر العرب كلهم صلاح عشق السودانيين ايه هو ساير الصين وزخيناه في تايلند ناصر بن احمد السويدي الله يرحمه كيف حالك يا محمد كيف انت كم انت عزيز كم انت غالي والله وانت اغلى انت وسلطان ومحمد وخالد صدقان انت اخوي شوف قديم ما انا من كبرك من 40 سنه صداقه الاول اييهم بيتكم نعم. في المطار العتيق انا شادي بيت ابيض دورين بنصها كلياوين اللي تغني يا ليل يوم الناس ما عندها لياوين يا معيت وام صلاح ما زينا من بيت ما زينا من مكان الله لا خلانا انا احبك انت اخونا من سنين زينا ومحمد صداقه الله يسلمك انت هذه الصداقه اللي ما تنقطع الحمد لله بين الاحترام والتقدير وهذا من ناحيه الفراث الثاني انت تنتمي الى عائله طيبه من خوال وعمام هل كلهم زينين لازم بتقدم زينين الله لا خلانا منكم سلم على الفريق الصغار والكبار الله يسمركم مقصدك ان شاء الله هي والله سبحان الله درنا ساعة كاملة يا الله يا الله تصابينا عليه ويوم وصلنا ولن مسكر وترشينا الحرمة هاي لين الشدة هذا المخبز قالت لنا أبوي كل شيء بنا ترشيناها مني منك آخر شيء يوم راوينا هاللين بالي هو كريم كراميل قالت يوم إلا هذا أمر هين فالكم طيب وبنعطيكم منه هذا وها سارت هاي قبيلي يحافظ عليها ها
هادو اصبر انت ما يخصك كل شيء تبي تشوف انت لا ها هادو ها كريم كراميل لا انت لا ها في سكر اسمعي يا خديه صلاة قال يصيحون يصيحون هالعرب هادو ها هادو ها بناخذ حقهم حقهم شو اسمه حقهم نواف give me another seven another seven one only what you have three you have more if you have more bring please بود حقهم نواف قارة هادو ها صيحونه المهم ابوي انا ما رمت اتريا لين صار فوق الحجرة فابوي عزمت ابوي كلت الكريم كراميل هني لا صارت قبلها اصبر 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 المهم اللذة اللي في الدنيا العودة كلها فيها الكراميل العنوان عندكم المكان وعندكم اللذة اللي في الكون كلها فيها المهم طالت عمارك مشينا وايد مشينا هلكنا من المجد على اساس اني نمشي ولا والله يا ابوكم ما مشينا حتى 500 متر خبر ادمز احنا قايلين من تاكسي لين تاكسي من تاكسي لين تاكسي ونحن ظاهرين من المغرب على اساس وايد احب امشي وايد هني وفي لندن وايد امشي 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 مشي ما تصورك سبحان الله والمفروض قولوا ما تقولون في الليل برايي صدقون المهم بكره طالت عماركم معزومين عزمنا نواف نعم بتصير مطعم فنان تايلندي تايلندي عمره ما ادري كم سنه مطعم وين بيطيع عيال ما بجريب لكن يصيحون عريق العراقه من المطاعم الاوليات الفخم انتيك في الفخامه ما شراته وكله مال كمبنيتهم كمبنية والمعبل احنا جايين والمسماي احنا بعد كمبنية جايين بمستوردين من برا اي نعم اشكر فنك انت ما شاء الله كل الكمبنية هذه ما رمى صور الحين ما حد يبي التصوير حد ما يبي ولا في عليها ما في لنا عن نقمات اي لا لا ما ينقمونه اي والله بسيط زين سمعت اغنية ابو بكر انا وايد من محبي الاغنية هاي اغنية عبد الله حلف ما يصير قالت امه ما يصير قالت امه اشد ولي بعير بعد اي والله 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 العظيم والله وخلاق وخلا ابوي وقسم بالله العظيم ان صبغناها حطيتها والله والله العظيم الله شفت يوم عيد الله وقالت امه ما يصير قالت امه اشد ولي بعير لابس من يديد الله وقالت امه ما يصير قالت امه اشد ولي بعير ونس نسي وهو البارح قالت امه الله 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 من اجمل تتحرى لي امزح